انا ساكنه هنايا في البراكه ديالي هي هذه الاخر اللي تحرقت. انا كنت صلاه غادي نعس غطيت ونعست وعن نعس معايا العواول. انا كنسمع الجاره كتغوت ولادها العافيه العافيه ماما. انا صاحبي عيد بوطه. من بعد انا قلت هذه يمكن غير بوطه. انا صلاه جلست هايده حتى كانوا جات العائله كتدق علي كتقول يا خالتو خالتو العافيه العافيه. انا خرجنا كاملين بينا قالت لي ماما ندخل العواول صغارين. انا غوتنا جات الناس نقدوهم خرجوهم من العين الحمد لله اللي خرجوهم مكبسين بالعافيه. كانوا شاف العايش تيتو عاد عنده عماين والعائله عندها 11 ويا خنت نقدو. المهم خرجوا. المهم مشاو اخرين لمحمد الخامس مشات بنيته والعائله عنده عماين هم محمد الخامس تخنقوا. ايوا مشاتنا السكنه مشاونا الوراق الحاله المدنيه اللوازم ديالنا حتى كتعرف الانسان في دارو كلشي ديالنا كلشي مشى سبق عندنا والو غير الله بالرحمه. انا بالحفه راجي اولادي خرجتهم بالحفه غير بالشرطي كما كانوا غينعسوا. ودابا اخي حنا بقينا في الزنقه اللهم لك الحمد الحمد لله الوراق ديالنا مشاو حوايجنا كلشي وليداتي جريت فيهم ديتهم باش ما يوقع حتى شي حاجه هربتهم من عند عزيزاهم. هادشي هذا وقع من دابا سعد ما كان السيده الجاره ديالنا عندها براكه هنايا بوطه تنفسات لا شعلات العافيه. هذا عشابه هذه باش تعرفوا شنو كاين. هذه عندها الوراق ديالها عندنا حنايا ملكيات محافظه من 64 موروثه للوالد وهذه ممنوع بناء العشوائي باش تعرف ماشي حتى برارك قادرين نبنيوها ولكن ممنوع بناء العشوائي. هذه مش حال هما غنعوضوكم عاد تزولوا من هنايا نعطيوكم طرف الارض باقي ما كاينه والو. حنا هاد البراكه عطيناها لعمي مجوج فيها وعنده فيها ثلاثه العواول صغارين هما اللي خرجوا بالزبطة من هنا جاب الله ما تحرقوش وحنا عيطونا جينا كنجريو. لا الحمد لله كاينه واحد العائله صغيره تخنقات داوها الطبيب والعواول دخلات هي انا خرجاتهم يما في طرنس خرجوهم جهاد الواد من كامبو راهما في دار خالتي دابا في درادم. شحال تقريبا اسر عايشين هنا؟ هنايا مقعطنا الراس براري كاملين هنايا راه كاين شي تسعود الاسر تسعود الاسر منهم عزيزه راه في عمرها 93 عمرها هي في مطيحه راه فاين. ماشي يقول لك حنايا راه فاين المراه اللي زات عندنا ماشي حنايا المراه اللي زات عندنا العافيه بدات من عندها مسكينه هي اللي دارت هي الاولانيه قالت ما جاهدك ما جاهدك ما جينا عيطوا لا فيلو بومبيرو تعطلوا شويه قالت العافيه جينا كتعرف العافيه ما كترحمش قالت ما شاهدك ما شاهدك ما شاهدك قالت ما شاهدك ما شاهدك تا وصلت لي هنايا ديك الساعه جاو بومبيرو بداو كيتفوت حتى كان اللي عطل لا عطاه دابا استنى هذه ثلاثة البرارك مسكينين اللي مشاو هادو ديالي ودادا وديك المرا مسكينة هما اللي ما عندنا فيه ما تعمل ما عندك ما فيه غاتنعس فهمتيني فيه غادي تنعس. احنا دابا احنا في الزنقة ما عندنا ولادنا داتهم المرا نختارها هي شوفها هي داتهم في الطونوبيل مسكين راسها طلعوا في يدها باش عند اختها مسكينة في الدار ديالو ديال اختها. ملي كنت في الدار شفت العافية في الدار يعني رجال الأمن الحمد لله جاو بواحد الساعة حتى هي ساعتها الحمد لله والتحيه زعما الشرطه قلتنا الشيء الحمد لله كامله حاضره والتحيه قوه مساعده وقوه مدنيه حتى هي الحمد لله عملت واحد المجهود كبير قلتنا الشيء الحمد لله ما وقفوش هما الحمد لله في هذه الساعه باقيين خدامين يعني في هذه الساعه باقيين اللي ما وقعتش شي حاله خطيره الحمد لله واللي ما وقعتش شي اصابه هذيك هي الكرامه مع عند الله الحمد لله ونشكروا جلاله الملك وشوف شي زعما هاد الناس هادو يعني ما عندهمش شي حال تما مساكين يعني ما عندهمش فين يستقروا يعني دابا الصقر ديالهم ديال السكان ديالهم يعني الناس مجوجه الناس بوليداتها يعني حتى الناس ما كراناش يعاونوهم يشوفوا شي حال يعملوا معاهم وشكرا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.